أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك صدق الله العظيم. شكرا sa kinailing kasanya video ano kinapagikinag kano kinabatya kano ayatan ni Allah subhanahu wa ta'ala balasan kanin sa masla abalas serta na upama kanalinyan ka ini a video na di kalang ipatan ikaklik ka kano like subscribe button ando suka share ka kanunya a video. Sukran.